زي ماريا اللي بالتاكيد مبسوط بحكم انتمائه ولعبه في الدوري الايطالي وانتمائه لانتر ميلان بتحقيق ايطاليا لبطوله او للقب بطوله يورو 2020، بقد ما هو يمكن يكون حزين لخساره البرازيل لبطوله كوبا امريكا على ارضها. بشكرك طبعا زي ماريا النجم الاسطوري للبرازيل والانتر ميلان، بشكرك على وجودك معايا على شاشه النادي الاهلي في السادسه. شكرا جزيلا على استضافتي في قناه الاهلي، انا سعيد جدا بالتحدث معكم. زي ماريا انت يمكن بتنتمي لجيل ذهبي في لعب في انتر ميلان، كان ليه قاعده جماهيريه كبيره جدا في العالم كله وبالتاكيد في مصر. خليني ابارك لك في ابتدي معاك بالكره الايطاليه بما انها النقطه المضيئه، ابارك لك على تتويج انتر ميلان ببطوله الدوري السنه دي وعلى تتويج ايطاليا كمان ببطوله يورو 2020، واسالك هل ده كان متوقع في بدايه السنه انه الانتر يحقق بطوله الدوري وانه ايطاليا تحقق بطوله اليورو يورو 2020، ولا ده شيء بالنسبه لك كان مفاجاه؟ النصف مفاجاه بالنسبه لي، لان في البدايه كما تعلم كان الأمر متوقع لألمانيا لفرنسا لإسبانيا لكن ليس إيطاليا، وكذلك بلجيكا كان متوقع لها أن تفوز بالبطولة، لكن ما فعله مانشيني مع الفريق كان جيدا جدا. كيف أتى مانشيني من بعيد؟ يعني يمكن التوليفة اللي كانت مع مانشيني ما كانتش من اللعيبة من العيار التقيل زي ما تعودنا من أجيال مختلفة من إيطاليا، كل الترشيحات كانت بتصب في صالح منتخبات تانية زي فرنسا بلجيكا إسبانيا، ورغم كده فعلها الطليان. من وجهة نظرك أهم الأسباب لنجاح تجربة مانشيني مع المنتخب الإيطالي؟ أعتقد شخصيته كانت العامل المؤثر الأقوى في هذا الأمر، شخصية قوية جدا كما كان لاعبا، كان لاعبا جيدا جدا في الماضي، وأنا أعرفه جيدا، هو يعمل بجد جدا ويركز على كل تفصيلة في المباراة وفي الفريق. عقليته عقلية الفوز دائما، شخصيته دائما تؤثر في الملعب وكل لعيب، لذلك تستطيع أن ترى الفرق بين عمل مانشيني وقبل مانشيني. يركز على الفوز دائما، وهو مدرب جيد جدا وشخصية جيدة كذلك. خليني أسألك من وجهة نظرك مدى تأثير فوز إيطاليا أو تحقيق إيطاليا اللقب اليورو 2020 على الكرة الإيطالية وعلى الجيل ده من اللاعبين الإيطاليين اللي يمكن قبل البطولة ما كانوش مصنفين أو ما كانوش من اللاعبين الكبار في الدوريات الأوروبية الكبرى؟ نعم الأمر أثر طبعا، عديد من اللاعبين كسبينتسولا ولاعبين آخرين ككييزا باريلا، هؤلاء اللاعبين يلعبون لفرق كبيرة لكن لم يكونوا اللاعبين الأهم كرونالدو وهكذا. يعني لديك الآن تغير كامل، لاعب يستطيع أن يغير مباراة بأكملها ككييزا وسبينتسولا، لذلك أعتقد أن الأمر جيد جدا لإيطاليا أن تفوز بهذه البطولة. أفضل ثلاث لاعبين في المنتخب الإيطالي اللي قدموا مستويات يعني من وجهة نظر زي ماريا. أعتقد سبيناتسولا ودوناروما وكييزا. روح معاك للبرازيل وعشاق السامبا الحقيقه، يمكن كانوا منتظرين انها تكون الاقرب للتتويج ببطوله كوبا امريكا، وخصوصا ان البطوله بتقام على ارضها. من وجهه نظرك ليه خسرت البرازيل النهائي امام الارجنتين؟ هل لانها كانت الاضعف امام يعني تشكيله ميسي ورفاقه؟ أعتقد أن الفوز كان سمة الفريق البرازيلي، يجب أن تفوز كل بطولة تخوضها، لكن هؤلاء اللاعبين لم يتوقعوا أبدا أن يخسروا للمنتخب البرازيلي.
لكن مقارنة بالفريق الآخر لدينا ميسي، أجويرو، دي ماريا. دي ماريا كذلك لعب بطولة جيدة جدا. أعتقد أن الفرق، أن نقطة الضعف كانت الدفاع، أن دفاع الفريق البرازيلي كان أخطأ خطأ واحدا أمام دي ماريا استغله الفريق الأرجنتيني، وكذلك ميسي أدى مباراة جيدة جدا. أعتقد أن الفرق كان الفريق، أن نوعية وجودة اللاعبين بالنسبة بين الأرجنتين والبرازيل كانت مختلفة نوعا ما. في بعض الآراء وخصوصا منهم عشاق منتخب البرازيل وعشاق الكرة البرازيلية بيروا أنه المشكلة قد تكون أنه بيتم اختزال قوة منتخب البرازيل في شخص نيمار فقط لا غير. هل أنت مع وجهة النظر دي؟ وإزاي ممكن تشوف يعني منتخب البرازيل بدون اسم نيمار او بدون وجود نيمار؟ اعتقد ان الامر كما الحال في البرتغال مع رونالدو والارجنتين مع ميسي، الامر نفس الحاله بالتحديد. نيمار لاعب جيد جدا، اعتقد انه ثالث افضل لاعب في العالم بعد رونالدو وميسي، لكن أعتقد أن فريقنا البرازيلي ليس لديه مشكلة مع نيمار فقط، ولكن المشكلة في نوعية باقي اللاعبين. أن الفريق يجب أن يكون كمجموعة، يجب أن يؤدوا كفريق واحد. أعتقد أن البرازيل لديها لاعبين جيدين جدا، لكن كل لاعب يريد أن يلعب لنيمار. طب خليني أسألك، بالتأكيد البرازيل قوة عظمى في كرة القدم، وأعتقد أنها دايما لما بتدخل أي بطولة بتبقى من الفرق المرشحة لتحقيق اللقب، وإحنا على بعد يعني شهور من كأس عالم 2022. إزاي بتشوف فرص البرازيل، وإذا كان في خطوات لابد من اتخاذها لتصحيح المسار، سواء فيما يتعلق بتشكيلة اللاعبين اللي بيمثلوا البرازيل أو فيما يتعلق حتى بالجهاز الفني؟ هل ترى أن في خطوات يجب اتخاذها عشان يبقى عند البرازيل القدرة على تحقيق لقب كأس العالم؟ أعتقد أنك يجب أن تغير شيئا ما لتفوز بكأس العالم في العام المقبل. أعتقد أن لدينا أول أمر لدينا بعض المباريات بالنسبة للبرازيل، الفريق أدى جيدا، لكن الفريق يجب أن يلعب أفضل، يجب أن يطور من أدائه ليفوز بكأس العالم. زي ماريا، بعيدا عن كرة القدم وعن المنافسة، يهمني أسمع رأيك في ردود الأفعال المرتبطة بخروج إنجلترا أو عدم قدرة إنجلترا على تتويج ببطولة يورو 2020 على أرضها، وإزاي شفت الإساءات اللي كانت لنجوم المنتخب الإنجليزي زي ماركوس راشفورد، زي ساكا، زي سانشو؟ إزاي شفت أو تابعت ردود الأفعال دي؟ بالطبع ردود الأفعال. أنا ذهبت لأشاهد هذه المباراة، أردت أنا الفريق المنظم، أن توقعت أن يفوز بالمباراة، لكن أنه واجه فريق قوي جدا، فطبيعي جدا كانت النتيجة، لكن لم أفهم شيئا ما، وهو أن ركلة جزاء لم تحرز، وهذا الأمر يعتمد على حارس مرمى عالي التركيز وأشياء أخرى أيضا، وهذا طبيعي جدا في كرة القدم، تفوز أحيانا وتخسر أحيانا. زي ماريا، نجم المنتخب البرازيلي طبعا ونجم انتر ميلان السابق، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا.